طيب التفاصيل بتقول انه كان طبعا في تواجد من خلال هذا الاجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي داخل مقر الاهلي في الجزيره، وانه قامت او تم الاعتماد على اداره تكنولوجيا المعلومات في النادي الاهلي لربط كل اعضاء مجلس الاداره بهذا الاجتماع او تنسيق هذا الاجتماع تكنولوجيا او تقنيا من خلال الفيديو كونفرنس. هقول لحضرتك باختصار شديد او العناوين الرئيسيه للقرارات ونسمع تعليق حضرتك عليها. استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي واغلاق النادي وفروعه المختلفه لمده اسبوعين اعتبارا من اول ابريل اتساقا مع قرارات الدوله في هذا الاطار لمكافحه انتشار فيروس كورونا. تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية بعد قرار تعليق النشاط الرياضي. تكليف الإدارة التنفيذية وعدد من المدراء التنفيذيين في النادي الأهلي، مدير عام النشاط الرياضي، مدير الكرة، مدير قطاع الناشئين، مدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا أو انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليها من توقف للنشاط. وأخيرا اعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية والتأكد من سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. مجمل القرارات أو لحضرتك حابب تعقب على كل قرار بشكل منفصل؟ لا، هو القرار المهم من وجهة نظري هو قرار يعني دعوة أعضاء مجلس الإدارة إلى طرح حلول بديلة لدعم النادي في ظل الظروف الحالية. يعني إزاي النادي ما يطلعش يعني خسران من خلال الأزمة، الأزمة الكل مجبر عليها، العالم كله بيتحدث وكثير من الأندية بتعاني، وايضا حتى يمكن الفيفا كمان عامل اجراءات، يمكن عامل اجتماع مهم جدا بكره هيحسم فيه حاجات كتير، مصير الدوريات وايضا النواحي الماديه للانديه في ظل ازمه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. وشفنا يمكن خطوه زي ميسي لما اعلن هو وزمانه في برشلونه بتخفيض عقوده بنسبه 70%. انا كنت اتمنى يعني انه هنا في يعني هنا بالنسبه للدوري المصري انه لعيبه الدوري المصري يطلعوا ويتكلموا مع بعض يناقشوا يعني مساله اللي هو انه يبقى في تبادل احساس بالنادي، النادي وجماهيره ما بيأثروش مع اللعيبه، فبرود يجي وقت يبقى محتاجه من اللعيبه ان هم يبقى في عندهم موقف خطوه ايجابيه لدعم النادي كمان والاحساس بالمسؤوليه وانك انت مش بتعيش وحدك، لا انت بتعيش من داخل دايره والدايره دي. هل حضرتك بتطالب هنا بمبادره بشكل مبادرة او اخر مبادرة من بشكل النادي الاهلي يعني الكل ينتظرها بامان يعني انه يطلع كابتن الاهلي يتكلم، يكون يتكلم مع زمايله وخد رايهم، يشوف يعمل حاجه تؤكد على العلاقه القويه اللي بتربط النادي، وان النادي بيجي في وقت هو بيتعرض لظروف، ظروف دي طارئة على مستوى العالم مش في مصر بس، لكن احنا كنا منتظرين الكلام ده يحصل من لعيبة النادي، لكن حتى الآن لم نرى ولم نسمع أي أحد يتكلم وكأن الأمر لا يعنيهم. يعني أنا أتمنى ذلك إنه يبقى في خطوة. طب حضرتك بتتمنى المبادرة دي، ولكن هل تتوقع أنها ممكن تحصل ولا لا؟ هتتوقع أنها على أرض الواقع هتحصل المبادرة دي بقيادة مجموعة من النجوم، المجموعة الأكبر سناً الأكثر خبرة الأقرب إلى التواصل مع إدارة النادي لأنهم يكونوا جزء من الأحداث المحيطة والتخفيف على النادي مالياً، أو أنها ما يبقاش في ضغط وأعباء على النادي في هذا التوقيت اللي العالم كله بيبدأ يرسم أو يعيد التخطيط لأموره الاقتصادية؟ اتوقع ذلك. لا اتوقع، لا عندنا ناس، لا عندنا يعني لو انا قلت يعني مش لو انا قلت عكس، لا اتوقع عندنا لعيبه عندها تقدير لقيمه يعني مجتمعهم التحديات اللي طبعا المجتمع. لا لو ما انا بتكلم على انه هنا انت يعني دور القائد، دور القائد في الفريق بيبقى له دور، يعني الفريق عنده مسؤول تربطه بجميع عناصره علاقه قويه جدا، كان المفروض يكون ده طرح من عنده في الفترة دي انه يناقش. لما يكون نجم من نجوم العالم يعني الاستاذ طلع رغم كان في ازمة في بداية الامر في برشلونة، لكن هو طلع وتناقش وعمل خطوة تخفيض 70% مع عدم المساس بمرتبات العاملين والاداريين والموظفين، يعني شوف انت حتى لا يتأثر، هو شايف نفسه ان هو ان نجوم الفريق البداية تيجي منه تيجي منه، ودي لما بتيجي انت تعمل خطوه زي دي قد ايه قيمتك، قيمتك اللي هي الاهم مش قيمه الفلوس، قيمتك انت كشخص بتزيد عند الناس، ما تعرفش رد الفعل بيبقى عامل ايه، يعني انت بتكسب حاجات تانية اهم من الفلوس، فانت محتاج في اللحظه دي
والاهلي عنده يستطيع انه يعني كابتن ومش تفري بس ومجموعه.